أيتها الأخوات، أيها الإخوة والأبناء، سلام عليكم نرتضيه. شرفتني دعوتكم الكريمة لأشارك ولو عن بعد في احتفالية الذكرى استشهاد شقيقي الأديب المناضل العكاوي غسان كنفاني. يقول الأستاذ الباحث الأديب محمد دكروب: ثلاث جبهات رئيسة ناضل عليها غسان: القتال من أجل فلسطين، والصراع ضد شراسة المرض، وجبهة الإبداع الفني وتنويع أشكاله وتكثيف الإنتاج فيه بتسارع يسبق الموت. فأي جهد بشري إرادي هائل كانت تتطلبه هذه الحرب. ويقول غسان كنفاني في جملة قصيرة محشوة بألف سؤال: إنه ثمن باهظ بلا شك أن يشتري الإنسان حياته اليومية بموت يومي. أي فلسفة سهلة تنساب بين هذه الكلمات المقتضبة التي أسالها غسان مختصرا مسافات شاسعة من التنظيرات، ومعلنا سباقا بنصفه الذي بقي حيا بدأ لتوه مع ذلك المجهول الذي غزا جوفه؟ الموت من هنا يعلن زحفه. مرض السكري يبدأ غازيا خفيا للشرايين، ثم ينقض في لحظة غائبة، يقضوا مساقا أو ينتزع عينا أو لسانا. هكذا تصبح الصورة. يتبدل العالم من حوله إلى زجاجات وقوارير وحقن يغرزها في لحمه، تحمل إلى عروقه كل صباح ومساء شحنات أنسولين تحقق التوازن، إلى حين لم يستسلم بل أعلن السباق. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، الحقيقة إنني، وقبل أن أتناول الحديث عن شخصية غسان، أرى من المهم أن أعرج أو أنتهي ولو بإشارات خاطفة إلى الخوض في حالة إنسانية وطنية قومية أدبية متفردة نادرة عنوانها غسان كنفاني. وأنا في طريقي إلى الخوض فيما أقدر عليه، مستحضرا الذاكرة والذكريات والمذكرات، أحاول أن أضيء شمعة قد يؤسس طيف ألوانها إلى فهم جديد لاستشراف غسان الذي قضى شهيدا ولما يبلغ بعد 36. وأحاول أيضا، رغم أن ذلك من الصعوبة بمكان، أن أخرج بغسان من عباءة الامتلاك الضيقة الأنا وأسرته الصغيرة إلى العام الوطني والقومي الأسرة الكبيرة، وإلى العام الإنساني والعالمي. ذلك أن شخصية نادرة كشخصية غسان تستحق أن تدرس بكامل أبعادها. ليس هذا فقط، بل وفي مواصلة الطريق التي بدأها غسان ووضع في ذلك الوقت السابق المبكر المفاتيح التي نستطيع كأدباء ومفكرين ومثقفين ومثقفين، إذا أعملنا فيها الدراسة الجادة والواعية، أن نلج بها إلى الأقفال التي تبدو لنا في هذه المرحلة عصية ومستحيلة. لقد رسم غسان ونحت وخط وكتب القصة القصيرة 60 قصة قصيرة منشورة ضمن مجموعات، والخاطرة والرواية 8 روايات منشورة، 3 منها غير مكتملة، والمسرحية 3 مسرحيات منشورة، و3 دراسات واعية وهامة، ناهيك عن مئات المقالات النقدية والساخرة، كل ذلك إلى جانب عمله اليومي في الصحافة وانخراطه في العمل النضالي كمتحدث رسمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورئيسا لتحرير مجلة الهدف. فأبدع أيما إبداع في المجالات كلها، وطرح أمام الأجيال وسيلة الخلاص المستخلصة من طموحات الناس، لأنه آمن أنه وأمثاله يمثلون ضمير الناس. ترجمت كتاباته الإبداعية إلى عشرات اللغات الحية، صورت ومثلت وتناقلتها الذواكر حتى صارت دليلا ومرجعا وشاهدا، ليس للحقبة الضيقة التي عاشها غسان فقط، بل إلى مدى غير منظور.
لقد ساهمت أعمال غسان بالمضامين التي حملتها في نقل شعب بأكمله من خيمة لجوء واستجداء إلى خيمة شموخ وقرار، عندما قال في رواية أم سعد: خيمة عن خيمة تفرق. ولد غسان وعاش في مرحلة صعبة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، مرحلة اللجوء والاغتراب، عاشها لحظة بلحظة وتجرع مرارتها، وساهمت إلى حد كبير في خلق صورة مثلى لغسان كنفاني. فالعباقرة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لا يتكررون كثيرا، والأمة التي ينبت على ترابها عبقري بقامة غسان لابد أن يمثل في ضميرها رمزا وقدسية ومكانة عالية. هؤلاء القلة النادرة تتأسس عبقريتهم منذ نعومة أظفارهم، لأنها متشكلة منذ الأساس في تفاصيل تكوينهم، تنصقل أكثر بالرعاية والدراسة والاجتهاد والمعاناة. بخي أن أقول إن غسان كان يعاني من مرض السكر الشبابي، وكأنه كان في سباق مع الموت، يتصور أن الموت سيأتيه من مرض، لكنه لم يتصور أن يأتيه رفعة وتعبير شهادة وسموا يضع على جبيننا جميعا نجمة اعتزاز وفخار، فقد كان قلمه موجعا أكثر من الرصاص. رحم الله الشهيد الأديب الحي غسان كنفاني. أشكركم والسلام عليكم. عدنان كنفاني.